نروح على نقطة تانية، معانا دلوقتي تقرير عن لجنة الطفل بالنادي الأهلي اللي نظمت بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وطبعا تحت إشراف الإدارة التنفيذية بالنادي معرض لمنتجات الأطفال البدوية والإكسسوارات، وطبعا كعادة فعاليات النادي كان فيه عروض ترفيهية مختلفة للأطفال. تابعوا معانا هذا التقرير، اتفضل. اسم الايفنت متجر الطفل، كان في عضوه في اهل الشيخ زايد هنا هي صاحبه الفكره وهي اللي بلغتنا بيه ان التجربه دي موجوده بره وناجحه جدا. فالحقيقه اول ما قالتها انا بصراحه وعجبت بيها بلغتها للاداره، الاداره الحقيقه ما ابخلتش عننا خالص، وافقوا على طول فبدانا في التجهيزات. كانت فكره كويسه جدا جدا، احنا يا دوبك قدرنا نخلي بس 20 ترابيزه ب 20 اسره، كان جاي لنا فوق ال 70 وال 80 يعني، فهي حاجه كويسه ومميزه وحاجه ملفته للنظر وحاجه بتشجع الولاد للاعتماد على النفس وتخليهم هم نفسهم اللي بيرتبوا حاجتهم وهم اللي بيبادلوا مع بعض وبيبيعوا لبعض. فدي حتى احنا ما تدخلناش في اي حاجه غير بس اللي احنا في التنظيم، حته توضيب العربيات الترابيزات والحاجه عشان تبقى الدنيا مظبوطه. حبيت ان انا الاول اطبقها مع ابني، فبدأ يعمل حاجات خفيفة زي براسلتس وسبح في رمضان، فحسيت الفكرة يعني الحمد لله نجحت جدا وكسب فلوس وبدأ يجيب حاجات خاصة بيه. بس فعملت بوست على جروب النادي الأهلي، فيعني ان احنا حابة ان الفكرة دي توصل لعدد اكبر من الاطفال وهو كمان يبقى موجود معاهم، وحسيت انها تكون ناجحه جدا. وما شاء الله يعني كميه ناس اتفاعلت على البوست كتير جدا. كل طفل يعتمد على نفسه، اهم حاجه كانت اولياء الامور خارج الاطار خالص عشان يبقى فيه اعتماد على النفس بطريقه كبيره، ان الولد يعرف ازاي يتعامل مع الشخص اللي قدامه على اي منتج هو بيبيعه، سواء بيبيع مثلا لبس اكسسوري ايا كان المنتج اللي بيبيعه، فلازم اللي هو يبقى فيه ده بكام يا حبيبي، ده بكذا، ده بكام، فهو عارف بياخد وبيدي بيدي الباقي فيعتمد على نفسه. احنا بننظم كلجنة طفل برعاية مع تعاون مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية في النادي معرض بيقام للأطفال من سن 4 سنين لحد 14 سنة. المعرض ده بيضم الأطفال علشان خاطر تبيع منتجات ليها مختلفة زي الإكسسوارات، المشغولات اليدوية، الألعاب، الكتب القديمة أو الجديدة بتاعتهم. التجربة دي نتمنى أنها تفيد الأطفال لأنها تجربة تعليمية، احنا هنعلم الطفل فنون البيع والشراء وده اللي بيساعد قدام ان هو يبني شخصيته، ونتمنى انه يكون يوم لطيف عليهم ان شاء الله. طبعا هو بيفيد الاطفال طبعا ان هم يبتدوا يبقى عندهم مسؤوليه، يبقى يعرفوا يتعاملوا في الحياه في المستقبل، يقدروا ان هم يخشوا سوق العمل كتجربه صغيره يعني، تجربه مبدئيه يعني. فضلت الون وعملت شتات وكبات وكمامات كل حاجه، بعدين بدات اجهز واحط في الكياس، بعدين جيت المعرض قعدت اشتغلت حبه كتير لغايه ما جه النهارده قعدت اوضب، وبعد كده جينا قعدنا نوضب. وعاجبني ان هي فكره اطفال بس، ان علشان يعني كل واحد فعلا يبقى مسؤول عن نفسه. بصي هي عباره عن هويه جات لي من مامي، يعني مامي اصلا بتحب القرايه واحنا دخلنا معاها بازارز كتير قبل كده، فعجبتني الفكره. انا بحب ان انا اقف اتكلم ويعني يعني اعمل شو كده، ان انت مش جايه بس تشتري كتاب، انت ممكن تعرفي الكتاب قبل ما تشتريه.